سي محمد فهيم من حزب الاستقلال، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء. الموضوع اللي تكلمت عليه داخل الجلسة هو موضوع تهم، لأننا بصدد مناقشة واحد مجموعة ديال شركات تنمية وكذلك المراقبة. معناه حنا في هذا الإطار هذا تنقولوا بأن شركة لاليديك فيها واحد المصلحة دائما للمراقبة، هذه المصلحة دائما للمراقبة اللي هي ولجنة التتبع كتقوم بواحد الدور متكامل من أجل واحد التدبير سليم ومعقلا بخصوص هذا التدبير ديال قطاع الماء والكهرباء والتطهير. إلا أن التعيين ديال السيد رئيس المصلحة الدائمة للمراقبة واللي كان عندنا فيها رأي منذ التعيين ديالو واللي بدينا الرأي ديالنا حول المبلغ المخصص له اللي هو وصل إلى 150 ألف درهم، واللي بلينا بأن هذا المبلغ هذا ماشي معقول، ماشي موضوعي، ماشي منطقي أنه واحد الإنسان يكون كيشد أكثر من المبلغ اللي تياخذوا السيد الوالي واللي كيدير مدينة الدار البيضاء بما فيها شركة لاليديك. معناه هذه كاين واحد الخطورة في هذا المبلغ هذا، بالإضافة إلى أنه هذا المدراء ديال هذه الشركات لا كازا أميناجمون اللي كاين الآن ولا كازا ترانسبور ما كياخذوش هذا المبلغ اللي تا هما كيدبروا واحد القطاع مهم وحيوي على ارتباط بالمواطنين. إذن في هذا الإطار هذه النقطة الأولى اللي نزلنا بها في الوقت ديالها، ولكن ما كانش استجابة وما كانش فيها واحد نوع ديال التجاوب من طرف الرئاسة. قلنا ما كاين باس إلا كانت شي نتائج إيجابية تكون أحسن، ولكن اللي تبين لنا من بعد هو أنه تم استغلال هذا المنصب وتم توظيف ديال البنت ديال السيد رئيس المصلحة الدائمة للمراقبة، وتم التحايل حتى في التوظيف. يعني التوظيف كيجي من بعد واحد الاسبوع ولا جوج اسابيع قبل من التعيين ديالو على راس المصلحه الدائمه للمراقبه. بالاضافه الى هذا الموضوع هذا كنجيو كنلقاو بانه هذا السيد دار واحد المغادره في اطار توافقي مع شركه لاليديك بناء على واحد العقد كيدبروا وكيديروا محامي من طرف شركة لاليديك اللي كيتم الفصل بواحد الطريقة حبية ما بين الشركة والإطار اللي تيعمل فيها. حصل على واحد المبلغ مهم في إطار المغادرة الطوعية وهذا حقه ما كندخلوش فيه، لكن التسوية ديال الوضعية ديالته ديال التقاعد اللي مابقاش عنده فيها الحق واللي هو واحد المبلغ ديال تقريبا 150 مليون سنتيم، هذه مسألة كنعتبروها كذلك كدير لنا واحد العلامه ديال الاستفهام وواحد النوع ديال التشكيك في هذا الموضوع ديال المراقبه اللي تيقوم به هذا. والان ولا عندنا غياب الثقه في هذا الشخص باش يدير هذه المراقبه لهذه الشركه. الان طلبنا من السيد الرئيس انه يتخذ الاجراءات اللازمه في القريب العاجل، والا اننا غنوجدوا نفوسنا مضطرين كاعضاء ديال لجنه التتبع سواء بصفتنا الجماعيه او بصفتي الشخصيه باش نتقدم الى السيد الوكيل العام بشكايه في الموضوع ديال استغلال النفوذ ويتم فيها التحقيق، ونطلبوا انه هذا الكلام اللي تنقولوه ما يكونش، ولكن كان انا مأكد بانه هذا الشيء كاين، وتنطلبوا انه كيف انه واحد مجموعه ديال الملفات راه بدات فيها التحقيقات، واحد مجموعه ديال الملفات بدات فيها التحقيقات بناء على مناقشات داخل اللجان بخصوص الدوره ديال فبراير لدورة الحساب الإداري. وهذا نوع من الديمقراطية ونوع من دولة المؤسسات اللي الآن بدينا كنعيشوا بأنه كاين واحد التحول معقول في المغرب، وأننا بدينا في عهد ديال النزاهة والشفافية، بحيث أنه بدات بناء على الاجتماعات كتحرك تحقيقات من طرف النيابة العامة مشكورة. وتنتمناو أنه لأنه حنا في دولة الحق والقانون، دولة المؤسسات، أن القضاء غادي ينصف الإنسان اللي ما دايرش وغادي يدين الإنسان اللي داير، وهذا هو ما تمناه. وشكرا.